تحية طيبة لكم مشاهدينا الأكارم، ونجدد لكم إن شاء الله التهاني والتبريكات مرة أخرى، ونحن نعيش في رحاب ولادة مولانا الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مشاهدينا، في فطرة الإنسان السليمة وفي سنة الحياة، كل إنسان يزدي لنا خيرا ومعروفا نقدم له الإحسان عاجلا أم آجلا، قد أنه نكافئ على الموقف الإيجابي اللي يتعامل به ويانا، على الإحسان اللي والمعروف أيضا اللي يقدم لنا إياه في موقف من مواقف حياة. لقد يكون أمر جدا بسيط، لكن مثل ما نقول دائما هذا الأمر يصير أمامنا وإحنا نكون ممتنين طيلة حياتنا لهذا الإنسان. فكيف ما كان هذا الإنسان هو اللي يقدم لنا معروف، وأنه على أساسه يعني حسنت عاقبتنا، وأيضا أنه تحدد مصيرنا إلى الأفضل، ومصيرنا كان هو إيجابي عن طريق انتشلنا هذا الإنسان من الظلمات إلى النور. صحح أفكارنا، صحح عقيدتنا، قوم سلوكياتنا، هدانا إلى الطريق الصحيح الذي يرتضيه الله تبارك وتعالى، واللي به سعادة الدنيا والآخرة، يخلصنا عن كثير جدا من المشاكل. دائما هذا الإنسان يرشدنا أنه اتركوا الأمور الخطأ وأعملوا الأمور الصح، يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر. هذا ديدا أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين، ولا سيما مولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام. فنقول من الأمور التي تكون هي بسيطة واقعا في حق الإمام الحسن العسكري عليه السلام في هذا اليوم، أن نقدم شيء، ويبقى كل إنسان ومثل ما نقول شطارته وفنياته شنو اللي يحب يقدم طبعا بهذه المناسبة. صراحة أقول أنه الإنسان المغبون يغبن نفسه أنه يجعل مناسبات أهل البيت عليهم السلام تمر وهو ما يقدم شيء، والأمور اللي راح يقدمها طبعا هو يقدمها لنفسه قبل لا يقدمها للإمام سلام الله تعالى عليه. صحيح، مثل ما قلتي يقدمها لنفسه. إحنا إذا انتفعنا من علوم أهل البيت ومن أخلاق أهل البيت، إحنا راح نطور نفسنا. يعني إذا يعني قرأنا في الكتاب يخص إمام معين بذكرى ولادته العطرة أو حتى استشهاده، إحنا بنطور نفسنا بنفسنا. صح. يعني اليوم ولادة الإمام الحسن العسكري، لا ضير اليوم إحنا فد قاعدة خاصة ويا أولادنا نعرفهم من هو الإمام الحسن العسكري، فد حديث يعني ثلاثة نشرح لهم هذا الحديث كيف نطبقه على أرض الواقع، فد ممارسة عائلية احتفال بسيط. إحنا راح نضيف أول شيء البهجة والسرور بنفوس أولادنا ونفوسنا أيضا، وثاني شيء راح ننتفع من علوم أهل البيت وأخلاق أهل البيت عليهم السلام اللي هي موروث اليوم. يعني أخلاق أهل البيت يعني موروث يجب أن نتوارثه أبا عن يعني أب إلى يوم يبعثون. مع كل الأزمة الأخلاقية اليوم اللي نشهدها، مع كل التحديات وكل الظروف وكل المغريات، إحنا هذا الشيء واقع يجب أن نقتدي بهم إن شاء الله. ونمارس أخلاقهم إن شاء الله. يعني نتمنى أنه لا يكون هذا الشيء لقلقة لسان فقط، وإنما تطبيق على أرض الواقع بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدين، هناك بعض من التعليقات اللي وصلتنا على الصفحة الرسمية لبرنامج صباح كربلاء لمجموعة قنوات كربلاء الفضائية. بداية تعليق من نبأ الكشوان تقول: نزف إلى سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان أسمى التبريكات والتهاني بولادة أبيه الحسن العسكري عليه السلام، كما نهنئكم ونهنئ كل مشاهديكم الأفاضل بهذه المناسبة، ودعوانا دائما أو دعوانا نعم دائما أن يرزقنا الله زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. مفضل كعبي يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وجزاكم الله خير الجزاء، السلام على مولانا الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه. سلام الله تعالى عليه. حسين صابح أو صبيح يقول: نبارك لكم ولادة الإمام الحسن العسكري، متمني لكم دوام العطاء. شكرا جزيلا الأستاذ سجاد الكربلائي، نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام النبي الأقدس والأئمة الأطهار والميامين صلوات الله عليهم أجمعين، وبالخصوص مولانا وشفيعنا وإمامنا المنتظر الموعود، أرواحنا له الفداء، وإلى جميع المحبين والموالين
بذكرى ولادة الإمام الحسن العسكري، أحسنتم والله يبارك. نعم، هناك تعليق أيضا من أبو محمد العراقي يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، نبارك لكم الولادة العطرة، وأيضا نحن نبارك لكم أخونا الفاضل. وأيضا هناك تعليق من أبو رضا الطرفي يقول: نبارك لكم ولادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، متمنين لكم دوام العطاء. طبعا يذكر الأخ بعض من الأبيات التي تكون هي بحق الإمام الحسن عليه السلام، إن شاء الله تكون ميزان أعمالكم وحسناتكم إن شاء الله. وأيضا تعليق من جهان الربيعي: نزف إلى مولانا صاحب العصر والزمان أسماء التهاني والتبركات بولادة أبيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وإلى جميع الموالين، ودعواتنا لكم بدوام الموفقية في برنامجكم. شكرا جزيلا يا أختنا جهان. وأيضا تعليق من رضا الكربلائي: نبارك لكم ولجميع المحبين والموالين ذكرى ولادة الإمام الحسن العسكري، تمنياتنا لكم دوام الموفقية في برنامجكم الرائع. شكرا جزيلا، وأكيد مروركم هو الأروع يا أخونا أبو رضا. نعم، أمير الراجحي يقول: أسمى التبريكات والتهاني إلى مولاي صاحب العصر والزمان بولادة أبيه الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه. ويوسف الكربلائي يقول: نبارك لكم ولجميع المحبين والموالين، وبالخصوص مولانا وإمامنا وشفيعنا المنتظر المهدي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى في فرجه الشريف بذكرى ولادة أبيه الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه. مشاهدينا، انطلاقا أنه شيعتنا هم الذين يحيون أمرنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، خلي أنه مثل ما نحزن لأحزان أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين، أكيد هذا واجب أنه نفرح لفرحهم. ومو فقط أنه أول خطوة نقول أنه نعلم أولادنا، خلينا نعلم بداية أنفسنا، نثقف أنفسنا إن شاء الله بالثقافة الصحيحة حتى نفتخر نحن من موالينا أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين.